عاجل الرئيس السيسي يتحدث عن الصراعات في المنطقة وعلاقة مصر بتلك التطورات، وعاجل منذ قليل صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة ومهمة في سد النهضة. وفي مفاجأة كبرى، وسائل إعلام مصرية تتناقل تسريبا صوتيا خطيرا لأحد قيادات جماعة الإخوان. وعاجل رد ناري من الداخلية المصرية ويصدر بيانا للرد على جماعة الإخوان. وعاجل الفنانة ياسمين صبري تتحدث عن العلاقة بوالدها بعد هجومه عليها. وللأسف مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. ادعمونا ووصلونا، عاوزين نوصل ل2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل الرئيس السيسي يتحدث عن الصراعات في المنطقة وعلاقة مصر بتلك التطورات. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصراعات بالمنطقة هي المحرك الرئيسي للهجرة غير الشرعية. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة مذاعة في مؤتمر اليوم مع نظيره الروماني أننا نعمل على تسوية الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة. وتابع اتفقنا على استمرار التعاون والتنسيق مع رومانيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة لإيجاد حلول لتلك الأزمة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التعاون والتنسيق بشأن جميع الأطر في المحافل الدولية، كما بحث اللقاء الملف الليبي، وأكدنا دعمنا للحل السياسي وفق الاتفاقيات الأممية وبما يضمن وحدة الأراضي الليبية. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل منذ قليل صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة. كشفت صور أقمار صناعية نشرها خبير المياه المصري عباس شراقي، وأوضحت الصور من موقع السد استمرار تراجع مخزون سد النهضة دون توليد كهرباء من أعلى الممر الأوسط، كما أن بوابتي التصريف المنخفضتين ما زالتا مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضي. وتابع كما أن بعض المناطق الصغيرة التي كانت مغمورة بالمياه بدأت تنكشف مع زيادة تراجع منسوب البحيرة. ويتضح ذلك أيضا من الحواف البيضاء حول البحيرة نتيجة انحصار المياه. قال عباس شراقي أحداث السودان بالأمس من إقالة الوزارات وإعلان حالة الطوارئ سوف يؤثر على المساعي الرامية إلى سرعة استئناف المفاوضات حتى تستقر الأوضاع. نتمنى كل الأمن والأمان والاستقرار لدولة السودان الشقيقة وشعب السودان الشقيق. وطبعا يعني دولة السودان هي دولة يعني مهمة جدا في هذا الملف، ملف سد النهضة، ومهمة أيضا في المفاوضات. وطبعا يعني الرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني يعني كان في مشاورات بينهم في هذا الملف. نتمنى إن شاء الله الخير والأمن والأمان لشعب السودان الشقيق، لأنه شعب طيب وجميل جدا. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وفي مفاجأة كبرى، وسائل إعلام مصرية تتناقل تسريبا صوتيا خطيرا لأحد قيادات جماعة الإخوان. تناقلت وسائل الإعلام المصرية تسريبا صوتيا لقيادي كبير في جماعة الإخوان يتحدث فيها عن تفاصيل ما يحدث داخل الجماعة من خلافات وانقسامات تعصف بالجماعة. قال أحمد مطر وفقا للتسريب المتناقل بين وسائل الإعلام في مصر، وهو أحد القيادات الإخوانية الهاربة إلى دول البلقان والمحسوب على جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، الله ابتلانا منذ عام 54 لعام 74 بمجموعة جديدة دخلت الإخوان وهم ليسوا من الإخوان، هم تنظيم سري وعصابة مثل محمود عزت ومن على شاكلته، وهؤلاء بدأوا في تصعيد مجموعة من ذوي الطاقات المحدودة مثل محمود حسين
ومحمود غزلان ومحمود عبد الرحيم ومحمود إبراهيم ومحمود الإبياري وكل من اسمه محمود، واستبعدوا الوجوه الأخرى مثل عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار ومحمد البلتاجي. وأضاف قائلا وفقا للتسريب أن المجموعة التي دخلت الإخوان من عام 54 لعام 74 كانوا من مواليد الفترة من عام 35 لعام 49. هؤلاء تسللوا في وقت عبد الناصر الذي كان يمنع الإخوان ويحظر نشاطهم ويبطش بهم، لذا انضم للتنظيم وقتها مجموعة من الأشخاص أقرتهم القيادة وطالبهم الالتزام باللقات الثلاث، وهي لا تفكير ولا إبداع ولا طموح، وهم من أعضاء التنظيم السري، داعيا أن تصيبهم ساحقة ماحقة تخلص الجماعة منهم. أكد أن محمود حسين يذهب بالتنظيم والجماعة إلى الجحيم، وقال إن الجماعة أصبح يحكمها فعليا عصابات تقرب من تشاء وتبعد من تشاء. وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لم يتم اختيار أحد من قيادات الجماعة الأكفاء للمشاركة في الفريق الرئاسي لمحمد مرسي، بل اختاروا شخصيات أقل كفاءة وخبرة. أضاف أنه عندما زار الرئيس التركي أردوغان مصر خلال حكم مرسي سأل بعض القيادات الإخوانية المعروفة وتساءل لماذا لم يتم إشراكهم في الحكم ولما لا يتم الاستعانة بهم. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل رد ناري من الداخلية المصرية ويصدر بيانا للرد على جماعة الإخوان. أصدر قوات الأمن المصرية بيانا عاجلا نفت فيه صحة الإدعاءات المغلوطة التي تحاول أن تروج لها جماعة الإخوان بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة. أوضح المصدر أن هذه الشائعات تأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها جماعة الإخوان مثل هذه الأخبار، ففي يوم الجمعة الماضي نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره بإحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة متضمنا أنباء حول الأوضاع بالسجون. أكد أن ما تم نشره في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا. مصدر معنا كان من RT والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، وهذا كان ردا ناريا من الداخلية المصرية ضد جماعة الإخوان المتطرفة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة. كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية لوزيرة الصحة والسكان هالزايب بعد تعرضها لأزمة قلبية نقلت بسببها إلى المستشفى. وفي تصريحات لصحيفة المصري اليوم أشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية، ونقلت المصري اليوم عن مصادر طبية متابعة قولها إن هالة زايد موجودة حاليا في الرعاية المركزة بمستشفى وادي النيل تحت إشراف الطبيب حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل. أوضحت المصادر أنه تم نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل فجر اليوم لأنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، في حين كشف مصدر طبي للصحيفة أن حالة هالة زايد الصحية غير مستقرة وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ربنا يقومها بالسلامة إن شاء الله وترجع لأداء أعمالها بإذن الله بكل صحة إن شاء الله وعلى أعلى أداء بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الفنانة ياسمين صبري تتحدث عن علاقتها بوالدها بعد هجومه عليها. تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن العلاقة بوالدها بعد انفصاله عن والدتها، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجمها فيها بسبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها. وقالت ياسمين صبري خلال لقاء في برنامج أبتوكس المذاع على يوتيوب: جدتي وجدي لمامتي هما اللي ربوني، وجدتي ست جديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين. وأضافت: ما كانش عندي رفاهية الوقت وكان في شدة والتزام عليا بالذات في الرياضة،
ولو ما كسبتش ممكن اضرب بالشبشب عادي، وطفولتي انا بحبها، وعلاقتي بامي هي كل حاجة في حياتي. هي سافرت وحصل انفصال من وانا عندي 2 سنين، ما شفتش غير جدي وجدتي. تابعت ياسمين صبري وقالت مفيش علاقة بوالدي، وده مش بسبب الانفصال. كل يوم الواحد بيبقى له اختيار، وناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسؤولية، وفي ناس بتختار نفسها او ايا كان. والانفصال مش معناه العيلة تتفكك، بالعكس ده بيبقى اختيار. يذكر ان اخر اعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية رمضان 2020 مع النجوم احمد مجدي ونهال عنبر وايتن عامر ودياب ومحمود البزاوي وغيرهم، ومعالج الدراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، واخراج مرقص عادل، وانتاج شركة سينرجي. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. وهذه كانت علاقة يعني ياسمين صبري بأبوها، وعلاقة يعني متوترة. القصة ما فيها ان والدها يعني طلع وهاجمها ان ياسمين صبري ما حضرتش حفل زفاف شقيقها، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير، وباذن الله هتشوفوا الاخبار الجديدة على طول اول باول، بس ما تنسوش تكونوا مفعلين زرار المتابعة الازرق فوق الفيديو، ولو انت على يوتيوب تضغط على زرار الاشتراك الاحمر عشان تجيلك الاخبار الجديدة اول باول. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب. وايضا كان معنا ابانوب خلفاء والمسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.